شهادة فيه وينهش من جسمي وينهش يعني من إجعي. كل ما أجي أبعده أحاول ألمسه أو إشي يهاجمني، فيش مكان جسمي أحاول أصده إلا غير يجاني أدفشه بجري يجيني من كتفي، يعني مثل ما بقولوا فيش مكان إلا غير تم يعني تأثيت منه. أعطيها مباشرة المسوع عني كرب بلش في وكسات ضربني على وجهي طبعا، وحتى تبين لاحقا انه في احد الكسوة ونزل من وجهي دم. قاعد يسألني عن احمد نصر، احمد نصر جعار، قال لي احمد نصر جعار، قلت له مش عندي احمد نصر جعار، انت جات تسألنا عن احمد نصر جعار. وقام قاعد يشد فيه والكلب يشد من جهة. الولد عندي يتبول غير إرادي، يعني أهم من جوعي، والله بالنسبة إلي أهم من جوعي، يعني يجب يعني أنا بطالب كافة المؤسسات الحقوقية والناشطين المختصين بمجال حقوق الإنسان إنهم يقاضوا الاحتلال.